مننا هيبقى معانا سلاح قوي جدا نقدر ان احنا نحقق بيه التخاطر ما بيتجربش، التواصل الروحي ما بيتجربش، دي الحقيقة او دي الحاجة اللي بتغيب عننا او عن معظمنا لما يجي يعمل التمرين، عشان كده يلاقي نفسه ما وصلش لحاجة. زي انا اقدر ان انا اعمل تخاطر واوصل رسالة معينة لشخص معين زي ما انا عايزها او انا عايزاها بالظبط. هو ده موضوع حلقتنا اللي كان في بعض الاقتراحات كده وعجبنا قوي الاقتراح ده، ولقيت ان في ناس محتاجة ان احنا نتكلم عن الموضوع ده وان هو فيه افادة. يلا بينا دلوقتي، عايز او عايزة ان انا اوصل لشخص معين في دماغي رسالة معينة، اعمل ايه باختصار؟ اللي هيعمل اللي احنا هنقوله في حلقة النهاردة هيعمل اللي هو عايزه وهيوصل الفكرة اللي هو عايزها، وكمان ممكن مش ممكن ده لازم لو نفذ ده صح، وان شاء الله ينفذه صح هيوصل له رد من الشخص اللي هو بعت له. بس بالخطوات كده وبالهدوء نعرف ايه المطلوب مننا، لان اي شخص فينا ليه طاقة وليه ذبذبات، واحنا كلنا يعني زي ما احنا بنقول كده الارواح جنود مجندة، كلما تآلفت تقاربت يعني قربت من بعضها قوي وحست قوي ببعضها. الخطوات عشان ما اطولش عليكم، لكن هرحب بيكم كده وادعو بس اللي ما اشتركش يشترك عشان يفضل متابعنا على طول، والجديد يعرفنا بنفسه عشان نرحب بيه. اول حاجه اختار مكان هادي، هادي يعني ما فيهوش صوت وما فيهوش حد غيرك، وغالبا وافضل مكان هو التخاطر ينفع نعمله في اي مكان ونرسل رساله لاي شخص في اي وقت مش في اي مكان، ولكن بعد منتصف الليل يكون احلى شويه، يكون الدنيا هاديه شويه وجسمك في حاله مثلى ان انت تعمل حاجه زي كده. يبقى مكان هادي ووقت هادي. تاني حاجة وضعية مريحة بالنسبة لك، انت بتحب ان انت ايه اللي هيريحك؟ نايم، واقف، قاعد، ساند، براحتك ان شاء الله بتتشقلب، المهم ان انت مرتاح ولابس اللبس ده. الخطوة اللي بعد كده اللي بيريحك، لابس لبس كتير، لبس قليل، مخفف، متقل، براحتك، المهم ان انت تكون المكان هادي، الوقت هادي، الجلسة بتاعتك او الوضعية بتاعتك مريحة. يبقى ده ألف به كده ومع بعض واحدة واحدة، والدنيا جميلة وسهلة جدا لو فهمنا ايه المطلوب مننا، هيبقى معانا سلاح قوي جدا نقدر ان احنا نحقق بيه المعجزات. الخطوة اللي بعد كده، صفي لي بقى ذهنك تماما من اي حاجة، زهقان، مكتئب، عندك امتحان بكرة، عندك نيلة بكرة، مش عارف عندك ايه، سيبك من كل ده، عايزين العقل صافي كده وما فيهوش غير صورة الشخص ده. خد لك كده ربع ساعة، تلت ساعة، 10 دقايق، حتى لو انت زي حالاتي كده ما عندكش صبر قوي، استحضر في صورة الشكل ده الشخص ده على قد ما تقدر كده لحد ما تحس ان هو اصبح قدامك، ان انت اصبح شايفه، ان انت اصبحت خلاص بتكلمه ومفيش غيركم انتوا الاتنين. الخطوة اللي بعد كده، يا ريت يا جماعة رجاء الموضوع ده مهم وانطلب مني قوي، لو شايفين الحلقة دي مفيدة ندوس لايك ونشير توصل لبقية اصدقائنا. معلش انا بنسى بس لازم اقول، الخطوة اللي بعد كده حضر لي بقى الرسالة اللي انت عايز تبعتها، رسالة حب، رسالة عتاب، رسالة غزل، بيت شعر، زدني من الشعر بيتا، اللي انت عايزه، اي حاجة. استحضر الرسالة كده في ذهنك، عايز ان انت تعمل ده وانت مغمض العينين، مغمض عينيك مفيش مشكلة لو انت شايف ان ده هيساعدك على التركيز اكتر، ما عندناش اي مشكلة. انت بقى عايز تقوله ايه ده المهم، او انت عايزة تقولي له ايه؟ هل انت عايز تبعت له مسج معين؟ براحتك، دي حاجة بقى بينك وبين نفسك وبينك وبين الشخص ده. خلاص انا دلوقتي بقى لي بفكر فيه شوية او وقت معين، فاصبح كأن دلوقتي انا وهو بقى الحديث او التواصل الروحي بيننا. وقت الرسالة بقى، ايه اللي انا هبعته؟ ايه اللي انا عايز اقوله؟ ايه اللي انا عايز اوصله له؟ الخطوة اللي بعد كده، اياك ثم اياك ان انت تشك في نجاح العملية دي، يعني ما تقولش هجرب. لو انت بعد الفيديو ده رحت قلت هجرب غالبا هتفشل، فيعني مش بسد نفسك، ولكن هي دي الخطوات. لا، انت لازم تكون داخل او انت داخلة متأكد او متأكدة ان انت ناجح في العملية دي.
انا عندي ثقة في نفسي وفي ربنا ان اللي انا عايزه او اللي انا عايز اوصله هيوصل. ده مهم قوي، اوعى حد يستهون بيه. انت اللي هيروح يجرب مش هيوصل لحاجة. التخاطر ما بيتجربش، التواصل الروحي ما بيتجربش. دي الحقيقة، او دي الحاجة اللي بتغيب عننا او عن معظمنا لما يجي يعمل التمرين، عشان كده يلاقي نفسه ما وصلش لحاجة. يقعد يقول ما انا عملت كل الخطوات، ويهري وينكت وما يوصلش لحاجة في النهاية، لان هو داخل مهزوز، داخل بيقولك تعال نشوف، تعال نجرب. لا، انت تدخل واثق تماما ان اللي انت عايزه هيحصل، ان اللي انت عندك ثقة في نفسك وثقة في ربنا. ده زي ما انا قلت، دي مهمة قوي قوي، عشان كده معلش انا طولت واكدت عليها. واعملي ده واستنى بقى الرد، استنى الرد، رسالة، مكالمة، تشوفه، يزورك، يرن عليك، يبعت لك، يسأل عليك عن طريق حد مشترك بينكم. كل ده اذا نجحت تأكد ان انت هيوصل لك رد. حتى ممكن هو الرد يكون روحي، او الموضوع يكون زي الطريقة اللي انت ارسلت لي بيها الرسالة المعينة. تحس ان جالك هاتف، يعني انت بعت له مثلا وحشني فينك، تحس كده ان هو كمان انت وحشه، ايه هو مشتاق لك. هو على حسب بقى طبيعة الرسالة، ده ان ما رنش عليك، ده ان ما جاش يزورك، ده ان ما بعتلكش، ده ان ما كلمكش. طيب بقى في حلقة مهمة، وانا مش همزج الحلقتين ببعض عشان ما اطولش. ايه العلامات اللي انا لو شفتها يا محمد يا ابو زيد دلوقتي اتاكد ان التخاطر والتمرين بتاعي ده نجح؟ هي دي الحلقة بقى الجاية. لو انتوا عايزين قولوا لي في التعليقات، لان انا بقرا كل تعليقاتكم من الالف للياء، وانام واقوم تاني يوم اقراها انا كده عن نفسي. لو انتوا عايزين، لو قلتوا لي اعمل ان شاء الله بكره هنعمل. لو لقيت كم كبير منكم على اليوتيوب وعلى الفيسبوك، صفحتنا محمد ابو زيد، بقول دي صفحتنا الوحيده، ما فيناش اي صفحه تانية اي حد تاني نصبه، محمد ابو زيد بس. قلتوا لي اه يا ريت حلقه، وانا اعمل لكم حلقه قوي قوي بالتفصيل المفصل، بعد ما تخلص تمرين التخاطر تعرف رسالتك وصلت ولا لا، وتعرف ايه العلامات اللي تدل وتاكد لك 1000000% اللي انت عايزه وصل. كل ما عليك لو انتوا عايزين كده اكتب لي في التعليقات، او دوس لايك للتعليق ده. يعني حد يكتب كده ايوه عايزين حلقه عن علامات تاكد او تؤكد نجاح التخاطر، انت لو موافق اخبط لايك للتعليق، هيظهر لي اول تعليق، هعرف خلاص ان انتوا عايزين كده. بكره ان شاء الله في نفس الميعاد ده هنعمل الحلقه دي. اكتبوا لي ارائكم بقى في الحلقه دي، استفدتوا ولا لا؟ رجاء، لان انا بقرا كل تعليقاتكم زي ما انا قلت لكم. قنواتنا التانية الانستجرام والفيسبوك، كل الروابط دي في وصف الفيديو، ولو انت على الفيسبوك هتلاقيهم في التعليقات. وشكرا جدا على المتابعة.